بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بقى هنعمل مع بعض رز بالعدس، وهنحط من فوقيه بيض. انا هذا غسلته اهوت الرز، وحط الحل على النار علشان بقى يطلع معاكي حلو. نخفف شويه، هحط زيت. لو عملتيه بسمنه هتلاقيه معجن معاكي، فالزيت بيبقى حلو قوي مع رز ابو عدس دوت. هسيبها بس ايه تسخن شويه واروح احط. قاعده اشوح بقى في الرز كده هو والعدس. لازم تشوحيه كويس جدا جدا، وتلاقيه اخد منك العدس كده لونه اتغير شويه، وبدا يشخمل كده تسمعي صوته. هو ده في الوقت ده بقى نسقيه الميه، لكن ما ينفعش تسقيه ميه الا بعد ما يتشمع كويس قوي هو والعدس عشان ما يعجنش معاكي. فانا عشان ما اطولش عليكم الفيديو هقعد هقلبه كده اشوحه وارجع لكم تاني. هنا اهو الرز اهو شمع معايا. هبدا بقى اسقيه بالميه. هزود له بقى ميه تاني واغطيه. وقبل ما يستوي هكون انا حطيت بيض عليه الدجاج، وحطيت 2 مكعب مرقه. طبعا انا قلت لكم هزود ميه تاني، هزود ميه اهو. وهغطيه وهوطي النار عليه. انا هنا كده بقى رز اتشرب ميه، بس هو لسه فيه ميه. هبدا احط بقى البيض. طبعا انت ينفع تحمري البيض عادي، بس احنا بنحبه بالطريقه دي. وطبعا بعد ما هناكل الطبقه اللي عليها البيض دي اكيد هنحمر بيض ناكله معاه. اي وصفه انا بنزلها هتلاقوا كل الخطوات بتاعتها في صندوق الوصف. ده كده يا حبايبي بعد الرز ما استوى طالع زي الفل، والبيض مستوي حلو جدا. هنعمل بقى جنبي الدقة بتاعته. الدقة دي ينفع تقدميها عادي مع الكبسة. يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك. هنا يا حبايبي بقى هنعمل الدقة. ده عبارة عن بصلتين و2 فلفل و2 طماطم 2 ليمون. هنضرب كل الحاجات دي مع بعض في الكبة. طبعا معها التوابل ملح، كمون، فلفل اسمر، كزبرة. طبعا هتحطي خل، بس عشان انا نسيت احطه. ده الدقة بعد ما طلعت، وده رز بعد ما قدمناه. الف هنا يا رب على قلبكم، ويا رب يكون عجبكم. واتمنى بقى تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك، وقولوا لي رأيكم.